حي في الحياه ترى. يلعب تونس ما يعملش كل يوم. لكن يلعبوها تونس بجديات بعد وكل يوم يكونوا يد واحده الاحزاب والمنظمات والاتحاد التونسي للشغل الكل يكون يد واحده، مش هذاك يشعل في الاضرابات ويشعل في الاعتصامات ويشعل في قطع الطرق ويشعل في كيفاش الحريه تحبها شنو؟ كيفاش باش نهزوا البلاد هذه؟ إيه شنو دورنا احنا زاد كافراد يا سي عمار؟ احنا كافراد شنو دورنا في انه نحافظوا على المكسب هذايا بل بالعكس نمارسوه الممارسه الحقيقيه والصحيحه اللي لازم تكون في البلاد اليوم؟ شنوري؟ اي نعم. راهم هما ما خلوش الطرق، انت توا كصاحب معناها القناه هذه قناه القلم قاعد تستقبل فينا وتسجر بينا، لكن هو بالعكس ما يسجروناش. تسمع بيا؟ نسمع فيك. لكن هما ما يشاركوش المواطنين، ما يخلوش منهم الراي معناها شنو نظرياتهم وشنو ايه تشكون ده وانت تحكي عليهم سي عمار؟ وهما انا تونس للجميع، تونس تحتضن الجميع، هما وانت وانا والجميع، معناها الناس الكل، لانه المسؤوليه راهي عند الناس الكل، مش عند مجموعه برك ولا عند اطراف ولا عند فئه برك، وانما المسؤوليه مشتركه بالناس الكل، هكا ولا سي عمار؟ الاحزاب ما خلوش مشتركه. الاحزاب هذوما ما نسميش واحد ما بينهمش انا. اما الاحزاب هذوما ما خلوش خدمه. اذا انت سي عمار ترى انه الاحزاب والقاده في السياسيين هم عندهم دور كبير اليوم في انهم يعطيوا المثال والنموذج الحقيقي لممارسه الحريه باش تعم ربما هذه المفاهيم على عامه الناس. مع الشكر والتحيه ليك سي عمار، مشكور جدا على تدخلك وتحياتنا لكل مشاهدينا في المطلوي. نمشيو لخونا المولدي من تونس. على السلامه سي المولدي. انقطعت المكالمه، ان شاء الله نحاول ان ربما نرجع له بعد شويه. سي احمد، الحريه اذا هي مسؤوليه الجميع في مستوى التطبيق، سواء كان رجل السياسه، سواء كان الاعلامي، سواء كان المثقف، سواء كان المواطن العادي. اليوم في الممارسات الاجتماعيه اليوميه يلزمنا نعطيو حتى احنا مثال انفسنا، لانه الصوره هذه قعدنا ديما نقول والله في الغرب، والله في مجتمعات اخرى، والله في مجتمعات متحضره يتعاملوا مع الحريه تعامل كذا، واحنا شبيخ احنا شنو اللي ينقصنا باش نكونوا كذلك امه تحترم نفسها وتحترم رصيدها وتحترم ارثها وتحترم مقومات شخصيتها؟ الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل مخاطبا المؤمنين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وخطاب المولى سبحانه وتعالى بفعل كنتم، هذا الفعل الماضي الناقص كنتم، ليس لا يفيد هنا أنكم كنتم وانتهى الأمر، لا، إنما كنتم ولا تزالون وستظلون ما دمتم متمسكين بإيمانكم. مثل قوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما، كان ولا يزال وسيظل إلى الأبد، منذ الأزل وإلى الأبد. احنا ما تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وما استبطناها وظهرت في سلوكنا وربينا الأجيال بالقدوة وربينا الناس ربما الذين استطاع البعض أن يغسل أدمغتهم لينساقوا في مسار يظنونها حرية ولكنها ستسير بالبلاد إلى الهاوية. مشكلة كبيرة. شنو الخطر اللي يهدد الحرية؟ الخطر اللي يهدد الحرية هو أنه نفهم الحرية على أنها فوضى، وجي تحكي معه راسه يبس زيد معيزه لو طاروا، ما يقبلش حتى راي اخر. كما قال الشاعر، اللي في راسه في راسه معناها يعمل. كما قال الشاعر: قرون في وجوه في رؤوس، صلاب في صلاب في صلابي. اللطيف، ان شاء الله يكونوا قله هذوما المجموعه، ان شاء الله يكونوا قله. لا، على خاطر ساعات تسمع في بلاتوات وتسمع في وتشوف ناس تحكي في بعض القنوات تستغرب، تقول هذا مؤمن، هذا تونسي، هذا عنده غير على بلاده هكذا. يا أخي، لماذا لا نقرب لبعضنا ونعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه ونتجمع فيما اتفقنا فيه ونقرب لبعضنا ونزيل من أذهاننا الأجندات والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية؟ هذه هي اللي حقيقة أساءت للشعب التونسي. نعم، نواصل مع مشاهدينا في تفاعلهم معنا ومع أخونا الصادق من جرجيس. على السلامة سي الصادق. على السلامة. الحمد لله. تفضل سي صادق.
هي حبينا نحكوا على الحرية هذه، الحرية اللي معناتها استنينا قداش من عام بس اشبحناها. نعم. ولكن الله أغلب مازال ما عرفناهاش بالباهي الحرية. الحرية كل حد على كيفه حرية نتاع. ما توليش حرية عاد هكا، إذا كان كل واحد على كيفه وكل واحد اللي يعمل في راسه ماهيش حرية ولات هذا. لكن هذاك هو الواقع اللي قاعدين نشوف فيه احنا توا. احنا توا كيف نشوف البرامج التلفزية اللي قاعدة تتعدى. أيوه. نشوفوا كل حزب عنده حرية خاصة به. احنا حتى زملاء والأصدقاء مع بعضنا ونكونوا من برشا اتجاهات. تشوف الحرية كل حد كيفاش يشوف الحرية. نعم. مثلا الإسلاميين ما يشوفوش الحرية كما يشوفوها العلمانيين ولا الاتجاهات الأخرى. حتى احنا توا الحرية هذه معناتها كلمة هي ساحرة. الحرية كلمة ساحرة لكن الله غالب تحبنا في وقت. تحبنا شوية وقت ومعناها فما خطر على هذه الحرية. ترى أنت سي صادق الخطر هذا حبينا نسأل زادة أيضا الناس عامة الناس ونسألوا كذلك أهل الاختصاص وشنو هو الخطر اللي ممكن يكون مهدد بشكل كبير للحرية. وحصيلتنا كانت مع سي صادق كانت مع الإعلاميين ومع الحقوقيين ومع عامة الناس كالآتي نتفرجوا فيها ثم لنعود دائما مع زدني علما. يمكنش القول بأن حريتنا مهددة بخطر الفوضى؟ الأكيد الأكيد أنه ما قلت إذا كان حريتنا ما أسأنا استعمالها وأسأنا فهمها. احنا اليوم وصلنا الفوضى، فوضى عارمة في البلاد، ابدأ من الهرم متاع الدولة حتى لعامة الشعب. حريتنا مهددة جدا جدا ومهددة بالانقراض جدا. الفوضى هذه باش تولي همجية باش تولي على حساب حريتنا على حساب اقدار بلادنا حتى اقدار بلادنا حتى بين البلدان. اذا كان مش نقعدوا كيما هكايا باش يدخلوا برشا عوامل اخرين. توا احنا نتشكاو من الارهاب ونتشكاو من الفوضى ومن كل شيء. ما نقولش حريتنا مهدده بخطر الفوضى، حريتنا تعاني من الفوضى حاليا، لانه احنا بعد الثوره وللاسف الشيء اللافت للنظر واللي ياسف له كل انسان وناسف له احنا كرجال قانون وكحقوقيين، فانه الناس فيهم جانب كبير ما عرفوش معنى الحريه اللي جابتها الثوره، ويسحبوها انفلات ويسحبوها فوضى ويسحبوها خوذ وفك ليك انت ويسحبوها تعدي على القانون ويحسبوها انه ما عاد حتى حد يحكم في حد، وهذا معناها اضر كثيرا كثيرا بسمعتنا. مش مهدد الغات، لانه احنا الاغلاط اللي قاعد تقوم بها معنى اخر يعني السياسي اللي قاعدين توا يسير وهذا يضرب في هذا والضحيه هو الوطن راه اكيد. خاطر واحد ما عادش مرتاح يمشي في الشارع ديما خايف الخطف الاغتصاب القتل الاغتيال، دونك ما ثماش امن في البلاد. هو اهم خطر يهدد الحرية هي الفوضى والانفلات. الحرية هي سلوك فردي وسلوك جماعي. بالنسبة للسلوك الفردي يجب كل إنسان يحترم الحرية لأنه يعني يعرف أنه عنده قيود في ذاته. ثماش حرية مطلقة، لا توجد حرية مطلقة. لكن باش ناخذوا أنه الحرية راهي ما فيهاش قيود بالتالي باش نلقاو روحنا في الفوضى. وإحنا نلاحظوا اليوم الشيء اللي قاعد يصير في بلادنا، نسبة الإجرام اللي كبرت، السجون اللي تعبات، يعني هنا بالتالي نلقاو رواحنا بالحق. اذا كان باش نعملوا باش ناخذوا مفهوم مطلق للحريه باش نلقاو رواحنا طبيعي في فوضى. هذاك اللي عايشين فيه احنا تو، ديجا الحريه ولات تسبب لنا الفوضى في وقتنا تو. ديما نرجع لك المواطن هو ريسبونسابل، هو اللي يحطها في اطارها تنجم تنجح، ما تحطهاش في اطارها بيان سور كل شيء يبدا السلطه تبدا من الاسفل، معناتها المواطن هو ريسبونسابل على كل شيء. الحريه والفوضى بينهما خيط رفيع، يعني اليوم الفهم الغلط للحريه هو اليوم الحريه اللي نشوفوا فيها هي اعتداء على الاخر. اليوم السياسي يعتدي على السياسي الاخر بمنطلق الحريه، الاعلامي ينطلق يعتدي على الذوق العام ولا عام الاعلاميين طبعا ولا السياسيين، ولكن الاعتداء على الاخر بمنطق الحريه او بمفهوم الحريه. كيفاش نجموا نمارسوا حريتنا من غير ما نضروا بعضنا ونضروا بلادنا؟ ما هو الحرية متاعك تنتهي وقت اللي تبدأ حرية الآخر، وإذا كان احنا بالحق مشينا بالمفهوم هذايا لا بأس راه، لكن يبقى ديما فما الأمل بالاعتماد على فما ناس بالحق خيرين، فما ناس تحب مصلحة البلاد هذية. إذا كان
نخدموا مع بعضنا معناها بقلب ورب الحق، واذا كان نتصداو للتيارات هذه اللي بالحق تحب تعيشنا في فوضى هي اشبه بغابه، لاباس ان شاء الله تونس. اي مواطن تونسي يعرف حريته ويعرف واجباته سي، معناتها في بالي لا فوضى لا حد شيء، فهمت؟ كل واحد حد وحد روحه، يتعدى على حد يعرف الليميت نتاعو. الحريه نتاعك تقف وقت اللي تبدا حريه الاخرين، فهمني؟ اذا كان نفهموا ونعرفوا كيفاش نطبقوها وقتها نعيشوا لاباس. في تطبيق مقوله نعرفوها الناس كل، تنطلق حريتك عندما تبدا حريه غيرك. يعني اليوم مفهوم الحريه هو احترام الاخر، مفهوم الحريه هو حريه الاخر والاعتراف بالمشترك. احنا اليوم في وطن نشترك فيه جميعا باختلافاتنا، باختلاف الفكري، بالاختلاف اللوني، باختلاف الجهوي. اليوم لابد ان نتجاوز هذه الاختلافات من اجل الانتصار لهذه الثوره، ومن اجل الانتصار للمفاهيم الحقيقيه للثوره، والتي هي الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه. الامر بسيط، هو نجم نمارس حريتي بمنتهى الحريه وبمنتهى نتمتع بها كما نحب، وقت اللي نعرف حقوقي ونعرف واجباتي وناقف عند حقوقي، وربما نقول ناقف اقل من حقوقي، لانه هذاك 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 وين نحسوا انه الرابطه الاجتماعيه كانت موجوده، وهذاك وين ينجح المجتمع، وقت اللي الناس ما تطالبش بالاكثر وانما تطالب باقل شويه مما يحق لها. مرحبا بكم دائما مشاهدينا في زدني علما، اللي يخصص الحلقة اليوم للحرية في مستوى تعاملنا معها وفي مستوى المأمول من ممارستنا للحرية. ولكن سؤالي زمنا نوصلوا له في ختام تعاملنا مع هذا الموضوع اليوم في زدني علما، وسؤال نطرحه لك أنت بشكل رئيس سي عمر، هل نحن اليوم في حاجة إلى أنه نحمي الحرية من خطر الحرية؟ طبعا هو كما قال سي أحمد، لابد من المضي قدما في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا نقول راهي الحرية مسؤولية، والحرية سلوك رشيد، وما كنا نراوه في بداية التحقيقات من حرق السيارات وحرق المنشآت هذا اعتداء على الملك العام واعتداء على الملك الخاص، هذا ظلم. وإحنا نعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في هالإطار هذايا ننبه إلى أن الحرية بناء، إلى أن الحرية تستدعي تكاتف كل الجهود من أجل أن ننبه إلى ضرورة حفظ الحريات. وهنا نحب نقول كلمة موجزة، هو أنه الحمد لله بعد الثورة حتى رجالنا رجال الأمن الداخلي قاموا معناها متنفس من الحرية، خاصة فيما يتعلق بالشعائر الدينية. تحية لهم جميعا. نعم. لكن ربما في الأيام الأخيرة ولا حديث آخر على ربما تحييد المساجد، هذا يتنافى مع الحرية ويتنافى حتى مع الدور الرئيسي اللي تقوم به المساجد. وربما ثم حديث عن تجاوزات بعض رجال الأمن فيما يتعلق بإيقاف بعض المساجين وحلق اللحى وغيره. نقول نأمل أن تكون هذه الحالات معناها حالات معزولة، ونأمل وأن ننكب على التكوين ورسكلة أعواننا وسجوننا ورجال السجون وغيرهم، حتى تكون ثم الحرية تكون معناها في نفس السياق مع حقوق الإنسان، مع الحفاظ على حقوق الإنسان. نعم، نواصل معكم مشاهدينا في تفاعلكم مع المكالمات الهاتفية. أم محمد أهلا وسهلا بك ومرحبا. يعيشك يعطيك الصحة سنوري. شكرا. عسلامة سي أحمد. مرحبا بك. يعيشك يعطيك الصحة ميرسي. أهلا وسهلا. مرحبا بك، بارك الله فيك. ميرسي يعطيك الصحة. والله البرنامج حلو ياسر والموضوع ياسر حلو. عجبتني كلمة الحرية ياسر. أما يلزم كل حد يفهم إيش معناتها معنى الحرية بالضبط. هي راي كلمة الحرية يا أم محمد، سامحني، كلمة الحرية راي تعجبنا الناس الكل ككلمة، ولكن كممارسة في مستوى تطبيقها يلزمنا احنا نعجبوها حتى هي، خاطر الحرية تلومنا ساعات تقولك علاش تمارسني بهذا الشكل هكا ولا لا يا أم محمد؟ بالغالب كثير من يخطئ في مفهوم الحرية. نعم. وتائه من يتخذ من الحرية وسيلة للقيام بما تحرمه القيم والأخلاق. نعم. واللي يتخذ من الحرية الخاطئة طريق الوصول قد أخطأ الطريقة بدون شك. فالحرية المطلقة قد تؤدي إلى الاندثار. نعم. والاندثار قد تؤدي للاندثار التمرد على الثوابت. نعم. وبار صعبت تفقد قيمتها وذاتها وتتخلص من جوهرها وأصلها لأنها ما تفهمش معنى الحرية. شو يلزمنا إذا؟ نحترم حرية غيرها. شو يلزمنا إذا يا أم محمد؟ يلزمنا نحترمه حرية غيرنا باش نتمتع وإحنا بحريتنا.
ايش معناتها نحترموا حريه غيرنا؟ راهو الكلام سهل، خاطر اللي قاعدين نشاهدوا فيه اليوم في بعض المسائل المرتبطه بحياتنا الاجتماعيه ونقولوها، خلينا نصارحوا الناس الكل بعضنا، لانه قاعدنا نحكيوا ديما بمجال ربما يكون هكا مزين، لا فما واقع. أليم وفما واقع مريرة للناس الكل تحاول أنه تتخلص من هذا الواقع، لأنه البعض فهم المفاهيم فهم خاطئ. نعمل اللي نحب، نقوم باللي نحب، نكسر اللي نحب، نعتدي على اللي نحب، بركجات، ضرب، جرائم، هذه حاجات يقول لك نعمل اللي نحب. ولكن شنو يلزم إذا كان الشخص هذايا ما فهمش؟ هل ترى القوة، هل ترى الردع، وإلا فما تحسيس لابد أن يكون موجود، والفهم الحقيقي لابد يسبق لهذا الردع قبل كل شيء. أم محمد باه، يبدو أن المكالمة انقطعت. خلينا نشوف أخونا أبو أحمد ينجم يجاوبني على السؤال هذا ولا. مرحبا بك يا أبا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك على القناه مع هذه النوافذ المفتوحة لبناء تونس الغد. يعيشك شيخ حسون. يا سيدي نحن في تونس بلاد خير وزيادة. نعم. نحن في عرس الحرية. نعم. يا سيدي نحن في عرس الحرية، في فيض الحرية، ليس ثمة تشاؤم تماما. نعم. أول في تداخل. نعم. نسمعوا فيك، نسمعوا فيك. نحن نتحدث التحيات. أنا أقول شكرا لقناة الكلام على هذه البوابة التي فتحت بوابة لبناء تونس الغد. يعيشك. واليوم نحن في فيض الحرية، في عرس الحرية. ألا ترى البيت ساكنا؟ لكن إذا جاء العرس تسمع التخبب والغردة الحلوة والتداخل. نحن في بناء متجدد الحرية. نعم. أنا عندما أتذكر الوضع القديم في عهد الاستعمار أو في عهد السابق بنوعيه أو بشكله. نعم. وأسمع الناس سيسي أو أسمع الصحافة أو أسمع النطوات أنشرح لحفظ الحرية بمحسوس رأيتها سمعتها. لا تأسف على تونس، الأسف خير وزيادة. نحن في فيض الحرية وفي عرس الحرية، ومع الأيام سنراجع أنفسنا، والحل يا سيدي هو أولا النقد الذاتي، ثانيا احترام الآخر، ثالثا الحوار الموضوعي، مع ذلك الاقتراب من الرأي العام، الرأي العام الذي حددته الانتخابات وصندوق الاقتراع. نحن في صراع نقترب من بعضنا، نقترب لا للتطرف ولا لهذا ولا ذاك. نحن اخوه في تونس، كلنا نحب تونس. اذا حريتنا محبوبه. وبالامس قريب كنت اذكر لما ذهبت الى قبلي في عهد الاستعمار الفرنسي، كان حكم الاستعمار الفرنسي هنالك، حكم الاستعمار قهر نحيي العالم الفرنسي. الان في حريه، تقول بخير والحمد لله. الحمد لله. تونس ترصد الحريه وما زالت تقترب من الحريه اكثر، مع شيء من المراجعه، مع شيء من النقد الذاتي، لابد ان ندعم بهذه الحريه. بالامس قريب العالم التونسي مسكين وعلق في اعيادنا حوله عالمين فرنسيين. اما الان بعدين تتكلمون بحريه، دعوه فقط يا اخي المسؤول في اي قطاع كان الى حب الاخر، الى حب تونس، الى احترام الاخر، الى نقد الذاتي. من نبدا وسنلتقي بحول الله مع الحب العميق. يعطيك الصحة. أنا لابد أن نحييك على التدخل هذايا. أنت قلت أنك أبو أحمد وسحسونة، صوت سحسونة الملولي، لابد أن نحييك تحية خالصة. أهلا وسهلا بك يا سحسونة، تشاركنا. ومحليها أنه نختم المكالمات الهاتفية بمكالمتك، لأنها تنفتح على التفاؤل، تنفتح على هذا الاعتبار من واقع نريده أن يكون أفضل وأحسن. وبرغم هذه التجربة، وبرغم أنه فما حاجات ربما في خبرتك الحياتية عشتها، ومع ذلك أنت متفائل، وتفائلك هذا مهم برشا، ولابد أن نختم به حصتنا اليوم في زدني علما. مع الشكر والتحية لك يا سحسونة، ربي يطول في عمرك وربي يفضلك. التفاؤل مطلوب إذن يا سي أحمد، لابد أنه برغم أنه ساعات اللوم، وبرغم أنه ساعات ربما نقول أنه فما حاجات ما يشبهها لابد أن نتجاوزها، ولكن مع ذلك نتفائل. نعم، التفاؤل مطلوب، وفي الأثر تفاؤلوا خيرا تجدوه. ومنذ قليل أنا سمعت كلمة خطر الحرية، لا أنا نقول نركز على ثمار الحرية ونستهدف إيجابيات الحرية، اللي إن شاء الله إذا فهمنا ووعينا بعضنا
وبرنامجنا هذا ما هو إلا كلمة خير إن شاء الله تواصلنا بها مع المشاهدين الكرام، إن شاء الله تثمر خيرا إن شاء الله، وإن شاء الله بلادنا مستقبلا تكون مجالات الحرية فيها أنقى وأصفى وأرقى. نعم، هو سي عمر سي أحمد مشكور قام باستعارة وبمجاز، أما ثمار الحرية زاد يلزمها أرضية سليمة ويلزمها أرضية لتخدم على أسس متينة وصحيحة. شنو هي الأسس هذه في نصف دقيقة تقريبا؟ على كل حال نقول إن شاء الله بدأنا البناء وبالتفاؤل اللي كان يتحث عليه معنا الشيخ حسون اللي هو والدي، معنا إن شاء الله بفضل الله ننطلق في مرحلة البناء وفي مسيرة البناء، وربي يثبتنا إن شاء الله. ربي يثبتنا. مع الشكر والتحية ليك سي عمر، بارك الله شكرا على حضورك. شكرا أيضا للأستاذ أحمد بوشحيمة، مع التقدير سي أحمد. شكرا لك ولمشاهدينا الكرام والأستاذ عمر ولكل التقنيين والعاملين في هذه القناة المباركة. نورتونا مشاهدينا الكرام بتدخلاتكم، ونورتونا حتى اللي ما تكلموش اليوم معنا بحضورهم وبتفاعلهم وبتجاوبهم. إن شاء الله تكون ليهم فرصة أخرى في زدني علما، بس نفسح المجال معاهم باش نتناقش ونتحاور ونحلل، مش نوصل إلى أجوبة بقدر ما نثير بعض المسائل ونفكر فيها مع بعضنا. عسى أن يكون القادم أفضل من كامل الفريق. زدني علما مشاهدينا، قولوا لكم إلى اللقاء.